السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أعضاء وزور موقع دروس نت دوت كوم. مرحبا بكم في درس جديد من دروس وسلسلة دروس دورة سي اس اس. في هذا الدرس بإذن الله سأترقمكم إلى خاصية البيدينج. قمنا بشرح خاصية الميرجين التي تحدثنا فيها عن الإبعاد الخارجي، وخاصية البيدينج فقط هي عكس خاصية ميرجين، فلأنها تقوم بإبعاد العناصر داخليا. وسأريكم الشرح كما تلاحظ معي هنا، إن توجهت فقط سأقوم تعديلات بسيطة. إن وضعت هنا في الهايت سأضع مثلا 200 بيكسل، ثم سأضع في الويد سأنزع الويد، ستلاحظون معي النتيجة. ثم إن كنت أريد يعني الإبعاد، يعني إبعاد العناصر داخليا، سأقوم بالتوجه وكتابة بيدينج، ثم كتابة مثلا أريد الإبعاد ب 20 بيكسل، سأضع 20 بيكسل وستلاحظ النتيجة معي، الإبعاد ب 20 بيكسل. إن كنت أريد يعني أكثر من 20 بيكسل يمكن أضع مثلا 100 بيكسل، وسيتم الإبعاد ب 100 بيكسل. ثم أيضا كملاحظة، يمكن مثلا أن أبعد من جهة الليفت، مثلا أضع ليفت وسيتم الإبعاد من جهة ليفت فقط. وإن كنت أريد أيضا رايت يمكن أضع رايت، وإن كنت أريد يعني توب يمكن أضع توب وأيضا بوتوم. هذه فكرة الإبعاد أو فكرة خاصية بيدينج. وإلى هنا ينتهي درسنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إلى درس آخر بإذن الله تعالى.